قيل للسعادة: أين تسكنين؟ قالت: في قلوب الراضين. قيل: فبما تتغذين؟ قالت: من قوة إيمانهم. قيل: فبما تدومين؟ قالت: بحسن تدبيرهم. قيل: فبما تستجلبين؟ قالت: أن تعلم نفس ألا يصيبها إلا ما كتب لها. قيل: فبما ترحلين؟ قالت: بالطمع بعد القناعة، وبالحرص بعد السماحة، وبالهم بعد السرور، وبالشك بعد اليقين.